الحدائق العامة كلها أغلقت، لسه في انتظار إنه يفتحوها. هذه حديقة جميلة جدا، فيها بحيرة كبيرة وفيها ألعاب وخيول وأشياء كثيرة حلوة، بس شوفوا مصورينها عشان ما حد يدخل. طبعا السور هذا جديد، راح تنفتح تقريبا إن شاء الله شهر كذا بالكثير وهي شغالة عشان فيروس كورونا. كم السمك يا ليت؟ طبعا انواع الاكل كثيره 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 كثيره. اوبن بوفيه. يا جماله يا جماله، ما شاء الله. اسمع 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 الصوت. لا لا لا، حاجة من الآخر صراحة. ايش ده ايش ده؟ هذا هنا سواء سوشي او سوشي. اضفنا كمان حبتين بيض، بعدين اخذ ده واحط ده اللي هو الكورن والفطر، في حاجة كده برضه. وهنا الفيجيتابلز الخس والبروكلي، الجمبري و ابو مقص. هذا شوف طريقة الطبخ، تاخذ كذا، طبعا هذا داخله جمبري وحركات وابو مقص وكل القواقع، تحطه هنا. انا حطيت الجمبري على الجنب والجمبري برضه داخل. لما تسوي كذا طبخ بالماء حق هذا المرأة، تطلع حاجة فانتاسي. وفي الأخير تقبلوا تحياتنا، ولا تنسى الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع هذا الخروج.